أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. والملائكة بعد ذلك ظهير.
عَسَى رَبُّهُ طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله
وَقَدَّ
بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير
تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاء أم أمنتم من في
السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم إنه بكل